مهرجان للفروسية وذلك لإحياء ذكرى شيخ الشهداء عمر المختار، هذا ما تم تنظيمه في وادي درنة بإشراف ورعاية شركة خدمات النظافة العامة وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي وجمعية الهلال الأحمر ومفوضية الكشاف ومؤسسة درنة الزاهرة بمشاركة عدد من فرسان المنطقة الشرقية. نشكر شركة خدمات العامة درنة ونشكر الفرسان من منطقة برقة جميعا اللي لبوا النداء وجو للملهاد في وادي درنة، وبارك الله في جميع الحاضرين، وإن شاء الله بإذن الرحمن ربي يريح الوطن ويريح البلاد والعباد إن شاء الله. الحمد لله اللي جينا لدرنة ونتحرى والعبة لطرابلس إن شاء الله. بدأ الاحتفال بكلمات ترحيبية بجميع الحضور، ومن ثم انطلق استعراض مميز من قبل الفرسان المشاركين في أجواء تملأها الفرحة والبهجة من كافة أهل المدينة. نحتفل اليوم في مدينة درنة، هذا الاحتفال متبنية شركة الخدمات العامة درنة، نحتفل بيوم الشهيد وبذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار. نحاول أن ندخل البهجة إلى الناس، نحاول أن نسعد الناس، نحاول بقدر الإمكان أن نبين شغلنا نحن اللي قيمة به شركة الخدمات للناس. هذا الوادي اللي كان مملوء بالقمامة قمنا بتنظيفه وتحولناه من مجمعات للقمامة إلى وادي. الوادي الذي كان بالأمس القريب مكب النفايات، واليوم بعد إتمام أعمال النظافة به صار مكانا للفروسية بفضل مجهودات شركة خدمة النظافة العامة.